أمنة 23 سنة شاف كويزيني أدوميسيل. قبل كورونا كنت قريت ودرت لا ريستوراسيون في خارج المغرب، ومن بعد دخلت المغرب وخدمت في مطاعم كثيرة. في الجائحة ديال كورونا كلنا تضررنا والمطاعم تسدوا طبعا، وما بقاش عندنا فرص الشغل، فقررت أنني ندير شاف كويزينية أو كويزينية أدوميسيل. واليوم عندنا واحد الزبونة اتصلت بنا، فاليوم غتشوفوا معايا كيفاش كتكون الخدمة. بونجور أمنة، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك. نورمالمون أي كليان كيعيط ليا نورمالمون تكون عنده واجدة تقضية ديالو، اولا كيتواصل معايا وكيقول لي شنو اللي الطلبات اللي خصو، وكنقول ليه شنو اللي خصك وكيجيبهم ليا. شامة اليوم طلبات سرفيسه، دوك موجده ديجا التقضيه ديالها، فغادي خصني غير انني ندخل ونطيب ليها. نمشيو نشوف. اول حاجه كان انني كنلبس لبسي باش نبقى كنخدم بروفيسيونيل، وثاني حاجه واخا الكليون ديالي كيجيب ليا لي زانغريديون كاملين نخدم بهم، مي دو بريفيرونس كنوجد كلشي قدامي، وهكا كنخلي لها حتى ليسباس ديالها نقي، ما كنبقاش كل مره اشك فنجبد حاجه من هنا من هنا، كنحط كلشي قدامي وعاد نبدا نخدم. وطبعا الكونسيبت هو انني نخدم بالماتيريال ديالك، ما تهمش كيفاش هو داير، واش شي صلاح ولا ماشي. اللي بغيت نوصل للناس انه نقدروا نطيبوا ماكله ديال المطاعم اللي كيف ما كنشوفوها ولا ماكله مزيانه، ولكن داكشي اللي عندنا ما تهمش. شحال من مره مشيت عند كليانات اللي ما تيكونش عندهم لا كوكوت لا داك، عارفه الجيل ديال دابا كلشي خدام، حتى شي واحد ما كيكون عنده الوقت انه يمشي يشري الماتيريال ويقاد ويزوق الكوزينه كيف ما كانوا كيديروا مواتنا وجداتنا، كلشي متول وهذا. دوك كتلقى عنده مقله كسرونه من هنا وهذا، تيقول لك لا انا ما عنديش باش نطيب. لا، هذاك الشيء اللي عندك نقدروا نطيبوا به كيف ما كان. كنسمي اننا نقدر ندخل الكوزينه كيف ما كانت، صغيره كبيره، في موجده مجهزه ما مجهزه، نقدر نخدم فيها. من بين الكليان اللي عندي انايا هما اللي كيبغيو نطيب لهم نوجد لهم الماكله ديال سيمانه. كل نهار كيمشيو كيجبدوا لابواط تلقاو فيها مثلا، كاينين الناس اللي كيبغيو غير الطواجن، عياو من الماكله ديال الزنقه كيبغيو غير الطواجن، فكل مره كيهز طاجين كيسخنو ياكل، ولا غدلين عاوتاني كذلك، كل مره على حسب شنو الطلبات ديالهم شنو هما كيبغيو. وي الحمد لله الفكره اللي كنقول له الفكره تيقول لي زوينه ما كايناش، فريمون هي ما كايناش بزاف في المغرب، ما منتشرهاش، ما عندناش. عندنا بحال هاد التشابيه ليها هي تريتور ولا طيابات العراسات، مي واحد بحال نقول لك انا في جون وغيمشي عند الناس يطيب لهم ما كايناش بزاف، كاينه في لوغوب. وانا هاد الفكره جات ليدي من انني كنت كنشوف بزاف ديال الناس برا وكانوا كانوا كيديروها، فقلت علاش لا ما نقدرش نديرها في المغرب. شويه صعيبه ولكن صعيبه غير نبدا. لا اللي كيتخوفوا منه الناس ملي كنقول لهم كويزيني ادوميسيل كتكون عامل ثقه او عامل الامان، واش انت هي مامنه. فانا كنسيب لي لي فام دو ان، باش كنقول انا مع لي فام الحمد لله ما كنت مامنه الى درجه ما. وعاد انني كنبقى نشوف الناس واش نقدر نمشي عندهم، واش تبين، كنهضر معاهم كنتواصل معاهم كنعرفهم واش بصح انتريسي ولا غير شي فخ اولا شي حاجه. مي الحمد لله لحد الان انا كنمشي مأمنة. من بين الحوايج اللي كنكون موجده ديجا للكليان ديالي هو مثلا الا محتاجو بحال هكا التريد ديجا كنكون خدمتو انا في الدار، او لا كاين الكليان اللي كيطلب ليا مسمال حرشه شي حوايج بحال هكا اللي غياخذوا وقت اللي ما يمكنش نجي نجلس مثلا عاد نطيبهم عنده، غياخذوا وقت بزاف، فكنكون موجوده واحد الكونتيتي كبيره كنديرها في عندي في الدار في الثلاجه. فا اون فوا كيطلب ليا الكليان شي حاجه تلقاها تقريبا عندي واجده.
ديكو بحال دابا هنايا انا ديجا موجده تريد ملي طلباتو ليا الكليان جبتو معايا. وطبعا فاش كنكون في الكوزينه ديال الكليان راه كنستناخد راحتي وكنحس براسي في كوزينتي. هذه هي الحاجه اللي كتعجبني انني كنحس براسي كنمشي بزاف د البلايص بزاف ديال المطابخ بزاف د الكوزينات كما بالدارجه ديالنا، وكنحس براسي انني كنعيش كل مره في كوزينه مختلفه ومغايره على الكوزينتنا ولا كوزين صحابنا. فهذه حتى هي من بين الحوايج اللي كيعجبوني انني كنعيش ديري هذه المهنه بحب. طبعا طبعا اصلا دخلت لها لان كنت كنعشق شي حاجه كتسميتها الكوزينه. كونسيبت جديد كنديرو ماشي غير بحب، بزاف ديال الحب. فوالا اننا كنقدموا لهم لو بلا كيف ما هو. هاي رفيستنا واجده ونتمنى الكليانه ديالنا تعجبها ان شاء الله. المشروع ديالي بدا من الصفر، والطموح ديالي انه يكبر ويتوسع في المغرب ويكونوا معايا دي فام اللي يخدموا معايا ويوليو حتى هما يمشيو يخدموا عند الناس، وعامل الثقه يكون كبير كبير بزاف. وراه ما صعيبه غير البدا.